كان الحلم ورد وتوت ودنيا تغلق أبواب السعادة في خطاوينا جنينا المر والعلقم وكان الحلم ورد وتوت ودنيا تغلق أبواب السعادة في خطاوينا بأمنا وصبرنا احنا مشيدين بيوت نردد يا عسى باكر ترسينا موالينا ترسينا موالينا حينا. ما ابوي تاخر واخاف انه ما يجي. لا تخاف يا ولدي، الحين باي الحين باي. ما صح ان ابوي ما يباك بيتزوج عليك؟ ومن هين جبت هذا الكلام؟ هالاولاد اللي العب معهم قالوا لك ما بصير العب معهم ما بصير. لا ما صحيح يا ماجد، ما صحيح. الحين بتشوف ابوك باي. بس هو تاخر. اصبر شوي. ولا ايش رايك نصير انت رايا برا؟ خلاص يلا. يا وقت ناطغ ظلمة العذاب المر حاويني، يا وقت ناطغ ظلمة العذاب المر حاويني. برقد. اصبر يا ولدي شوي، الحين بي ابوك. زين انا تعبانه برقد. زين يا ماجد سير داخل ورقد، ولما يجي ابوك بوعيك. ليش ليش يا ياسر ليش تأخرت؟ أحسن شي سويته إني غسلت شعري بالياس والسدر ومشطب عشانك يا ياسر، بس عشانك.
الأمل اللي عيشتنا إياه لحظة ما تبى تحقق لنا؟ ليش يا ياسر؟ ليش؟ كل اللي بعرف انت هين تكون يا ياسر؟ هين؟ دخلي قومي سير انت تعشى ورقد ولا ما يبوك ووعيك زين تعالي دخلي هني برد بعدني ويلس شويه على راحتك ليش ليش يا ياسر ليش ليش مواعيدك سحبت صيف؟ ليش تبى تشمت علي الناس؟ ليش حبك لنفسك خلاك تنساني وتنسى عز الناس لك ولدك ضيعت أهلك وناسك ليش يا ياسر؟ ليش؟ يا ترى هينك يا مازن؟
هين انت الحين؟ رحم قليب انضل دوم يذكركم، ما خانكم يوم ولا دس النوايب. عمي اشوفك هني اليوم، ما بتصير؟ لا ما بصير، عم استعبت وبدون فايدة. كيف يعني؟ يعني بخلي حد يصير يدور عليهم. ومن عاد بيصير يدور عليهم؟ يمكن يصير علوان وهدوان. ايش رايك انت تصير معهم؟ انا عمي تعرف اني عندي شغل، واليوم راد شغلي. ما دام عندك شغل، ايش اللي جاي منك الله يهديك يا اسر؟ ليش ما تصير تدور على وقتك، على رزقك، على امرك؟ ان شاء الله عمي، انا ناوي اسير اليوم، بس بمر على اولاد ومنك بروح ان شاء الله. لا تتاخر يا ياسر، لا تتاخر، ديك ما تتاخر علينا في الربح. سير يا ولدي، سير، سير دور على رزقك، وبعدين اولادك ايش تباهم الحين؟ ملاحق عليهم وواحي عليهم. سير. ان شاء الله عمي. سير انت، حال من تشتغل تراك؟ ما حال اولادك؟ هي والله صدقك صدقك. حال يلا توكل. فماله. صباح الخير. اهلا ياسر، كيف الحال؟ طيب الحمد لله، بخير الحمد لله. كيف حال نواري ياسر؟ والله ايش اقول لك، خير. ماجد استوارة شيء؟ لا بس قول علامك سكت. تعرف انك جبان؟ جبان يا ياسر. خير يا بنتي، علامك؟ لا يا ابوي، بس بغيت اسال عن اللنج والناس اللي فيه. اللنج يا بنتي ما لقينا الا بعض الالواح منه، اما الناس ما لهم اي اثر. والحل؟ الحل ندور مره ثانيه، ايش بنسوي؟ وانتي ليش متضايقه شي؟ اسال ولا ما من حقي اسال بعد؟ لا يا بنتي، من حقك، من حقك تسألين. عيل علامها تلاقفني، كل ما قلت كلمة ما عيبتها. لا بس أشوفش زعلانة ومتضايقة ومتكدرة. وليش ما تضايق؟ الحلال اللي ضاع ما حلال أبوي وهمني؟ أنت ما هم منك حلال أبوك يا خولة، أنت اللي متضايقة وزعلانة علشانه. أنت تعرفينه زين. إيش قصدك؟ إيش بعد أقصد؟ حبيب القلب مازن. طبعا متضايقة علشانه، هو ما ولد عمي ولا نسيتي هذه بعد؟ لا ما نسيت، بس بس يا طيبة، بس بس خلاص سكتوا شوية. أنا هين، الحمد لله على سلامتك يا ولدي. قول لي أنا هين. اطمن يا ولدي، اطمن وارتاح، أنت هنا في بيتي. سافر ولادي وشال روحي بطرف ثوبة، يا ليتني لوح من ليحان مركوب. سافر ولادي وشال روحي بطرف ثوبة، بنتني لوح من ليحان مركوبة. يا ولدي اينك يا ولدي، اينك يا مازن، اينك يا ولدي.
وبعد ما لقيتك على سيف البحر وانت فاقد الوعي للحين وما على لسانك غير امي خوله يابر لنك عابد، لكن الحمد لله على سلامتك يا ولدي. الحمد لله. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك فاطمة. هات لك لي بنتي ان شاء الله يا ابني. والحين كيف شايف نفسك؟ ان شاء الله زين. الحمد لله رب العالمين. اصحى اصحى، حاسس ان كل جسمي متكسر. كل يا ولدي كل. سالك كمين يوم ما ماكل وانت على لحم بطنك؟ تفضل. ما اشتي يا عمي، ما اشتي، ما اقدر. حاول يا ولدي حاول. واقدر. زين شوف الحين وفيد حالك. تفضل. بسم الله. بعدك مرة واحدة. بسم الله. هذا آخر واحدة. بس. تفضل يا ولدي. بس يا عمي ما أقدر. الحمد لله. الله يشفيك يا ولدي. والحين يا ولدي قل لي هيش سوى فيك كي، وهيش هي قصتك، وهيش اللي حقك على البحر؟ الله يش أقول لك يا عمي، أنا قصتي غريبة شوية. غريبة؟ يلا قول وانا اسمعك. يلا قول. قصتي بدأت من اليوم اللي مشيت فيه أخطب بنت عمي خولة. يابر اطلع يا يابر، نبى نكلمك. اطلع يابر، على امك اطلع، اقول لك اطلع. اطلع يا يابر. هنا اولادنا يا يابر. يابر اطلع يا يابر. اطلع اطلع يا يابر. نعم خير، ايش تبون؟ نبى نعرف الاخبار منك يا يابر. ايش من الاخبار اللي تبون تعرفونها؟ بعد هيش من الاخبار؟ خلي عمرك ما تعرف. ها اخبار الناس اللي طلعوا في اللينك مالك؟ الناس ما لقينا لهم اي اثر، ما لقينا غير شيء من الواح اللينك متكسره ومتناثره في البحر. ومازن ولدي ما لقينا شيء يا وصول، ما حصلنا شيء. بس انا طرشت هدوان وعلوان يدورون ومعهم اثنين، وحس يلاقونهم وحسوا لنا يردون. زين لا، متى ما يردون؟ متى؟ اليوم بيردون. اليوم؟ زين متى اليوم؟ والله عاد ما اعرف متى. واذا ما رجعوا ايش بتسوي يا يابر؟ ايش بسوي بعد يا رسول؟ ما بقول غير انا لله وانا اليه لراجعوا. بس هذا اللي تقدر عليه؟ وشي احسن من هذا الكلام يا رسول؟ يابر تقدر تسوي شيء، تقدر تدور عليهم وتحصلهم. سامع ولا ما سامع؟ سمعت. انا من هنا ايبهم، ايش النظام منهم معي؟ يلا ابو يلا روح دورهم جيبهم. من هنا ايبهم، دورهم ماشي جيبهم. يلا ابوي روح، كل واحد يروح بيته. سيروا. هذه كل القصه يا عمي. ويابر بعرف ظلمه وطغيانه وجبروته. انت تعرف عمي يابر؟ وانا اقدر انساه؟ من هين تعرفه؟ قبل 16 سنه كان يابر يطالب واحد من هالبلد الفلوس. زين وبعدين؟ وفي يوم من الايام كانت الدنيا ليل ومطر والجو بارد والريال ما كان موجود، بس كان زوجته واولاده موجودين في البيت. سمعيني اسبوع واحد. ما بيرجع لكم الولد. ايش ذنب الولد؟ حرام عليه. رجع لي ولدي. وما حرام علي اني ما يعطيني فلوسي؟ يعطيني فلوسك بس رجع لي ولدي. ارجوك رجع لي ولدي. اعطيني ولدي.
أخذ الولد عن أمه؟ نعم أخذ الولد عن أمه. وبعدين؟ إيش صار؟ لما رجع الأب حصل كل شيء فات. والأم ماتت من حسرتها على ولدها، والبنت لقاها تبكي على أمها الميتة اللي ماتت قدام عيونها. زين والأب إيش سوى؟ والأب الأب راح يدور على ولده، لكن يابر يابر نكر إنه أخذ الولد، ولا حد في بلادهم دل عليه أو يابله حتى وصفه. سلام عليكم يا أجمل البنات. وعليكم السلام. من تبا؟ أبا أبوك موجود؟ هذا عمي علي أبوي. زين يا أبوي، أنا سايرة لخالتي أصول عشان أطمن عليها. يا بنتي سيري بس خلي بالك على روحك. إن شاء الله. تفضل يا عمي. عمك علي يا حبي الغالي، تدللي علي وبس، تدللي. حياك علي، حياك اخوي، استريح استريح. احسنت، ما قصرت. هين هالغيبه هاي؟ هين سافرت شويه، كان عندي شغل، ولما رجعت سمعت باللي صار، شفت الناس عند البحر. ايه يا اخوي هاي اللي صارت، والحين انا عاد متورط. خير ان شاء الله. متورط مع هالناس، هالناس واولادهم، وخاصة مازن. عسى انه ما يرجع يا رب. غير هذه البضاعة بعد، البضاعة يا اخوي، البضاعة هي كل ما املك، ضاعت. وضاعت معها كل اموالي. يا ريال المال يتعوض، انت بس هدي نفسك. وأنا تراني تحت أمرك. ما كفاية الدين اللي لك علي؟ أباك تاخذ على راحتك ولا يهمك، أفعليك بس المال مالك يا أخوي، لا تخلينا نزعل منك من الكلام مرة ثانية. ما تقصر يا أخوي، ما تقصر، وعساك ذخر. المهم قول لي، إيش ناوي تسوي مع الناس وأولادهم الضايعين؟ أي أسوي بعد يا أخوي يا علي؟ طرشت حد يدور، والحين أنا تريا ردتهم، بنشوف ايش اخبارهم لما يرجعوا. سافر ولادي، وان شاء الله السنه بيعود. طيب لي عطر الواري من زباد وعود. سافر ولادي. ما شفته مازن؟ ما شفته مازن؟ شفتي مازن؟ وصل مازن؟ شفتي مازن؟ مازن ولدي، شفته؟ وصل ولدي، وصل ولا ما وصل؟ خلاص خلاص يا خالتي خلاص. ما شفت ولدي، ما شفت مازن. سافر ولادي، وإن شاء الله السنة بيعود. طيب لي عطر الواري من زباد وعود. سافر خليها خليها يا خالتي، خليها تريح على نفسها شوي. ينسي ينسي يا خالتي ينسي. سافر سافر ولادي، وان شاء الله السنة بيعود. بيب لي عطر الواري من زباد وعود. لا اله الا الله يا حمزه. يا اخي عاد لبتنا يا اخي، تحرك. تراك انت اللي تسرع. كيف ما تباني اسرع؟ يقول لك الناس كلهم متجمعين هناك، ماشي غيري انا وياك متاخرين. خلنا نتحرك. زين شوي شوي، تراك تعرفين انا ما اقدر اسرع. زين من منو هاي؟ كلها منك انت.
وديتنا بيتكم، تحمل عاد الحين يا ابوك الدنيا ما طارت. زين حمزه بتصير ولا لا؟ يقول لك مازن بيوصل الحين، بيوصل مازن. اوه انا برد البيت، نسيت شيء. المهم انت تقدم لي وبي. ايش نسيت بعدك الله يهديك؟ بس انت سير وبيك انا. زين لا تاخر، يلا قدامك انا. يا طيره البحر، يا منقوشه الريلين، وسلمي لي على ولادي سلام زين. يا طيرة البحر، يا منقوشة الريلين، وسلمي لي على ولادي سلام زين. خلاص خلاص يا خالتي خلاص، لا تعذبين نفسي شو تعذبيننا معاك. خولي يا خولي خليك، خليها بهالكلام ترى تريح عن نفسها. يا سيدي تعبان تعبانة يا عابد. ايش بيدينا نحن نسويها خوي؟ بيدينا حيلة، خليها على راحتها. خلاص خلاص يا خالتي وصول. مازن الحين بيه، الحين بيه. مازن مازن بيرجع، مازن مازن بيرجع. مازن ولدي ولدي يا مازن، مازن مازن يا ولدي، تعال يا ولدي، تعال تعال يا ولدي، تعال على امك، تعال يا مازن. مشتاقة لك يا مازن، مشتاقة لك يا ولدي، مشتاقة لك. تعال 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 لمسك يا مازن، تعال واضمك واضمك يا مازن بصدري بصدر امك يا مازن. يا ولدي يا مازن، لا تعذبني معك يا مازن، لا تعذبني معك يا ولدي. ما لي حد غيرك، انا ما لي حد غيرك يا مازن. مازن مازن فين صرت يا ولدي؟ صرت بلادنا يا عمي. خير حاتي امي، ما اعرف ايش حالتها الحين بعد ما سمعت عن اللينك. الله يكون في عونها، لا تخاف عليها يا ولدي لا تخاف. كيف ما اخاف عليها؟ خايف وخايف وايد بعد. اكيد حد هناك معها يونسها ويهدم خوفها عليك. انت ما تعرف امي يا عمي، كيف امي تخاف علي وتحاتيني. امي هي اللي ربتني بعد وفاه ابوي الله يرحمه، سهرت تعبت وعانت، واليوم أنا بعيد عنها. كيف ما تباها، كيف ما تباها تخاف علي. قالت لي يا ولدي لا تسير، قلت لها الأمل موجود. قالت الأمل بعثرني وحطمني، قلت لها هذه فرصتي يا أمي. قالت حتى ابوك كان فرصتي، ابوك سار وما رد. اليوم انا سرت ما ردت، سرت وما رديت. لا تخاف يا ولدي لا تخاف، الله معها وانت موجود، وترجع لها بالسلام ان شاء الله. والنعم بالله يا حبي، نعم بالله. آه يا ولدي يا حبيبي. آه خالتي خالتي، هدي نفسك ولا تسوي في نفسك شيء. قلت له لا تسير، قلت له لا تسير، البحر ما منه أمان. قبلك ضاع أبوك، قال لي الأمل موجود، الأمل موجود. قلت له الأمل، الأمل ضيعني وضيع أحلامي الحزينة. داريت أهاتي ولملمت أحزاني، وعلمت نفسي كيف تموت، وكيف أقتل الأمل في صدري، وتقول لي الأمل هنا، الأمل هنا، الأمل يا ناس هنا الأمل. الأمل موجود موجود يا خالة موجود،
دوارة. نوارة. نعم يا خالتي. انت اخر واحدة تتكلم عن الامل. وليش عاد؟ انت لحد البارحة كان عندك امل، ولما طلع النهار سال الامل وما بقى منه شيء يا نوارة. لا يا خالتي، ما زال الامل عندي، ما زال الامل موجود يا خالتي. ما دام الامل موجود ليش بدلتي ثوبك؟ ليش فسختي زينتك؟ شفتي ان الامل سار؟ سار يا نوار، وحل مكان الالم. الالم. لا يا خالتي، لا، مازن ما سار، مازن ما سار، مازن بيرجع، مازن بيرجع، مازن بيرجع، مازن بيرجع. قول لي يا عابد. نعم. خالتي أصول هيش أخبارها؟ خالتي أصول، الله إيش أقول لك، لكن الحمد لله على كل حال. وحيدي تاركنها في البيت قاعدة تصيح. مسكينة والله الحرم، مسكينة كأنه حلم. حلم من كان يصدق أن مازن يموت؟ لا لا، تقول بيموت، تقول مات. مازن حي، مازن حي وبيرجع. أيوة يا عابد، بس الناس كلها تقول أنه مات. لا، مازن حي، مازن حي وبيرجع. هدي يا عابد، مازن موجود. أرجوك يا عابد، مازن حي وبيرجع. لا تقول يموت. مازن حي وبيرجع. إيش فيك؟ مازن حي وبيرجع. هدي هدي هدي. مازن حي وبيرجع. هدي يا عابد، مازن حي وبيرجع. خير؟ إيش فيك عابد؟ مازن حي وبيرجع. هدي يا عابد، هدي. مازن حي وبيرجع. هدي يا عابد، هدي. خير؟ إيش فيك؟ مازن حي وبيرجع. عابد، مازن حي وبيرجع، مازن حي وبيرجع، مازن حي وبيرجع. ما اعرف ايش اخبارك يا امي وايش مسويه. يا ريت سمعت كلامك وما سافرت. لكن ايش اسوي غصبا عني. عابد، والله مشتاق لك يا عابد، ومشتاق لسوالفك. يعطيك طاق سوالف. ضحكنا معك يا مازن. لا عمي، لا لا، ما في شيء، بس تذكرت شيء ضحكني. الله يساعدك يا رب، الله يساعدك. امين يا رب. اقول مازن، اخذت دواك؟ لا والله بعدني. يلا يلا قوم خذ الدواء. ما يحتاج عمي، احس اني بخير الحمد لله. خذها المرة وبعدك مرتين. يلا بسم الله. لازم يعني؟ يلا يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. مر. ما عليك محمد. الحمد لله رب العالمين. أقول عمي. قول وأنا عمك. عمي بسألك، هي زوجتك؟ يعني ما أشوف عندك أولاد غير فاطمة. وليش تسأل هالسؤال؟ لا يعني ما شفت حد غيرها عندك في البيت. أخاف بس يا عمي زعلتك بسؤالي. لا يا ولدي، لا يا ولدي، ما زعلتني. وبقول لك، بقول لك كل شيء. أسمعك يا عمي، أسمعك. تفضل. طيبة اختي الطيبة. طيب استريحي استريحي استريحي. هلا هلا ابو اخوي علي. هلا. ها ايش اخبارك؟ ايش علومك؟ بخير وعافيه. ايش مسوين؟ الحمد لله. اقول كيف الموضوع؟ الموضوع 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 بعده يا اخوي. اصبر، مثل ما قلت لك اصبر. انا جالسه احاول، هذا عرس مو بصفقه. انا اليوم يا اخوي جايه بايه شوي تغاض. افعليت الدكان دكانك، خذي كل اللي خاطرك فيه. كل هذا عشان خولة؟ لا والله انت يا اختي،
ولازم علي هذا، وبعد عشان خولة. قلت لك اطمن يا أخوي علي، خولة من نصيبك يعني من نصيبك، وخاصة إن مازن مات، ما بقى حد يستاهل خولة غير أخوي علي. أرجوك يا أختي، أرجوك ما بنسالك هاي الجميل أبداً، وكل شي خاطرك فيه الدللي. ولا يهمك، ولا يهمك يا أخوي علي، اركد وامن، العرس قريب إن شاء الله، أنت جهز نفسك بس. أفعليش؟ حاضر وجاهز بعد. إذن يا أخوي، عيل عطني من هذا. قومي قومي نقي بروحك، تعالي تعالي. إن شاء الله. يلا يا كريم. هذا وهذا وهذا. كل هذا يطلع منك يا عم بيابر. كيف؟ يعني أنت ما عارف عمك زين؟ والله ما أعرف إيش أقول لك يا عمي. هذا أنت معاه في البلد وشايف كل شيء قدامك. كنت أشوف بس ما مصدق. كنت أغلط نفسي. كنت ما أشوف الأمور على حقيقتها. والسبب؟ خولة. والحين؟ ما أعرف. ما أعرف إيش اللي صار بعدي. ما أعرف كيف يعامل أمي. ما أعرف. لا تخاف على أمك. لا تخاف. كيف ما أخاف يا عمي؟ كيف؟ أنا لازم أرجع البلد وأبعد الظلم عن كل الناس. وبتقدر وحدك يا ولدي. على الأقل أبعد الظلم عن أمي وعن عابد. أنت صح لازم ترجع، بس لازم ترجع بدون لا أحد يحس فيك. ترجع وتصلح الغلط من بعيد لبعيد. وليش؟ حتى تشوف بعينك اللي يصير وتتصرف بعقل بدون لا تستعجل. زي ولين متى؟ لحد ما تنهي الظلم. وتعتقد اني بقدر؟ بتقدر، بتقدر يا مازن، بس كل شيء بالعقل والتريث. زين اللي تشوفه يا عمي. شورك وهداية الله. تشوفين مازن بيرجع، وعسى ان شاء الله تفرحين برجعه ريلك انت بعد. متى يا خالتي؟ متى؟ طال انتظاري وايد. انت قولي امين امين، ومثل ما بيرجع مازن بتفرحين برجعه ياسر. تفضل تفضل يا ابوي. ضربت الباب مره ومرتين وانهم خوله خوله وانت ولا كانك موجوده. لا يا ابوي انا موجوده هين بسير يعني. بس مازن يا بنتي لا تفكرين وايد، خلي بالك على روحك. أنا بسيت أقول لك إني بسير السوق إذا تبين شيء. لا يا أبوي ما بشي، سلامتك. الله يسلمك. يلا على النساء. الله معك. سافر ولادي وشل روحي بطرف ثوبه، ويا ليتني لو حمل لحال مركوبة. سافر سافر ولادي وشل روحي بطرف ثوبة، ويا ليتني لو حمل لحال مركوبة. خير يا خالتي، هل سايرة؟ سايرة حال يابر. وهيش تسوين عند يابر؟ بسير اسئله ايش بيسوي الحين؟ وهي
ايش بيسوي يعني؟ يابر مها منا. ومازن ولدي كيف يضيع شي؟ انتي بتسيرين معي ولا لا؟ يا خالتي لا تسيرين عند يابر، يابر ظالم وجبار وانا خاف عليك منه. انتي بتسيرين معي ولا لا؟ بتسيري ولا لا؟ خير خالتي، هين تبون هين بتسيرون؟ تقول بتسير عند يابر. عند يابر؟ ايش تسوي خالتي عند يابر؟ بصير اشوف ايش اسوي في هذه المصيبة. لا يا خالتي لا، لا تسيرين عند يابر. لا يا نور خليها تسير عشان نعرف صدق يابر من كذبه، وانتي بعد سيري معه. وانت؟ انا بسير الدكان، بصراحة هذا يابر ما اطيق اشوفه. خلا خلا يلا نسير. توكلوا على الله.